الوغ هاد لاباري نستعملوها باش نقيسو شحال كاين السكر في البوسون تاعنا. السكر هكا 13.7 هي المعايير، هي لازم تكون بين 11 و 12 غرام في 100 غرام تاع الجو تاعنا. دوكا هنا راهو 13.7 غرام، معناتها طالع 1 غرام فاصل غرام فاصل 7. المستوى المرتفع لنسبة السكر في المشروبات أدى إلى توجه العديد من المستهلكين إلى اقتناء المنتوجات التي لا تحتوي على السكر. اللايت خيار يتبعه المستهلك الجزائري بحثاً عن التقليل من استهلاك نسبة السكر. كاين اللي ياخذوه تاع لايت لي ديابيتيك يدو هادو مالي برودوي لايت، مي بالنسبة لي أنايا فيه السكر تاني، مام لايت مي فيه السكر، ماشي تسمى ناقصين بزاف. بور موا اللايت ما يعجبنيش باش كاين لي نورمال، هو لي نورمال باسكو الحلو اللايت حلو على لي نورمال. هذه هي انا بور موا هكا، انا ما يعجبنيش اللايت. اللايت علامة نجدها في المشروبات، البسكويت، الياغورت وغيرها من المنتوجات. ورغم العلامة التي تشير إلى أن اللايت لا يحتوي على أي نسبة من السكر إلا أن ذوقه يبقى حلو، فما الذي يقصد باللايت؟ وما هي المكونات التي تعوض السكر مع الإبقاء على ذوقه الحلو؟ هذا المنتوج لا يحتوي أصلاً على السكروس، يعني نقوم باستبداله بمادة أخرى. هذه المادة قد تكون كيميائية، في الحالة هذه الكيميائية عندنا مادتين، الأسبارتام والأسيسولفام. هذه المادتين عندهم قوة لتحلية المشروب، يعني يرجعوه حلو بدون ما يكون في الـ يعني المكونات تاعهم يحتوون على الغلوكوز. كل المواد التي تحتوي ولا لا تحتوي في التحليب نتاعهم واللي هي مانديكيا او 950 ولا او 951 او 950 هذوما مواد يحتويو على ماده الاسبارتام ولا سيسولفام. الاسبارتام هي الماده التي تعوض سكر الجلوكوز والتي تتواجد بالمنتوجات الموسومه باللايت، تبقي على الذوق الحلو غير أنها لا ترفع من نسبة السكر بالدم. رغم ذلك ينصح بعدم استهلاك المنتوجات اللايت من قبل المصابين بداء السكري. لا ريكومونداسيون تاع لومس دايور بور تو لي سوكر سي ديفيتي لي سوكر اجوتي اندستريال. دايور كي نروحو نحكمو ليتيكات وين كاين لايت يقولوا نو با تونير ولا تونير نو با تونير على بورتي دي زونفون، سادير كاين ريسك بور لي زونفون بور لو ديفلوبمون دو سيرفو، سادير نمو تاع الاخر تاع لو سيرفو تاع لونفون يا ان ريسك يتناول لاسبارتام، دونك كاين ان ريسك سانيتير. دونك حنا واش نقولوا، انا ماذا بيا تكون اون ريغلومونطاسيون سانيتير كاريمون كونسيرنون هاد لاسبارتام بور لي برودوي نوتامون ديستيني. جميع المنتوجات الموسومة باللايت باختلافها والتي تحتوي على مادة الأسبرتام تحمل تنبيهاً على غلاف العلبة يشير إلى ضرورة تجنب استهلاك المنتوج من قبل الأطفال والنساء الحوامل. وفي الوقت الذي تشير فيه بعض الدراسات إلى خطورة الاستهلاك المكثف للمنتوجات التي تحتوي على الأسبرتام، يشير المصنعون إلى عكس ذلك عبر اعتمادهم على هذه المادة بالمنتوجات الغذائية. Il y a des gens qui vous disent les aspartames, ceci, cela. Attendez, en Europe, ça existe ou ça, ça n'existe pas? Aux États-Unis, ça existe ou ça n'existe pas? À travers le monde, ça existe ou ça n'existe pas? Il n'y a que chez nous que ce produit est cancérigène? Arrêtons. Arrêtons de dire ce que tu... Il y a des exigences. C'est vrai. C'est vrai. À quel niveau on peut parler de cancérigène? À quel niveau de consommation on va parler? On va laisser les scientifiques nous dire. Et ces scientifiques vont dire aussi aux consommateurs quelle est l'attitude à prendre vis-à-vis de cet aspartame ou de la stevia ou de cet édulcorant dans sa globalité. جدل علمي حول خطورة مادة الأسبرتام. في الوقت نفسه يشكل نبات ستيفيا الطبيعي بديلاً لمادة الأسبرتام الصناعية. عكس الأسبرتام التي تعتبر مادة محلية صناعية، الستيفيا هي نوع نباتي شبه استوائي، تتميز أوراقها بنسبة عالية من السكر أحلى بعشرين إلى ثلاثين مرة من قصب السكر، ولكن مع مستويات منخفضة من السعرات. للستيفيا فوائد متعددة على صحة الجسم وخاصة على مرضى السكري. كاين مثلاً
نصائح الاستعمال أو النصائح اللي تجعل للمستهلك يتفادى بعض السلوكات وبعض التعاملات مع المنتوجات. مثلا مادة تحتوي على الأسبرتام وتروح تسخنها، هنا تصبح مادة خطيرة وخطيرة جدا. بالنسبة للستيفيا هو اليوم كل الأخصائيين يصلحوا باستعمالها وبدأت تستعمل يعني في بعض المواد، ولكن مادام أنها جديدة مازال يعني كاين بعض الأمور اللي تحاول كل من السلطات العمومية أولا التأكد منها ونشوفوا التطور التكنولوجي واش راح يعطينا معلومات أوفر باش يكون استعمالها بكل سلام. البحث عن بديل للسكر في المنتوجات اللايت يدفع إلى التقصي عن نوعية البدائل المستعملة. استعمال مادة الأسبرتام كبديل للسكر يكلف أقل من استعمال أكسيد الستيفيا الطبيعي. اليوم ينتظر قطع أشواط كبيرة ليستهلك المواطن الجزائري مواد طبيعية بأقل نسبة من السكر.